اليوم أنا عازم أخواني في مطعم جميل، مطعم على الخفيف. طبعاً المطعم فيه أصناف كثيرة من المعجنات والطواجن والمشاوي والحلا وغيرها. طبعاً يضبطونها قدامك كده بهذا الفرن الجميل. طبعاً المنظر أول ما حطوا الأطباق على الطاولة جداً يشهي صراحة. طبعا هنا شوفت عينكم، انا جالس اجرب احد الاطباق، صراحه لذيذ. طبعا انا اول واحد اجرب من اخواني اللي انا عازمهم. تفضل. قول لطامي عبد الله كيف؟ الله يخليك. سعد اذا جاء الاكل ما يتكلم خلاص. نوتيلا لذيذ. نوتيلا؟ الله بجرب. ها هذه نوتيلا لذيذه مره لذيذه. ما زلنا في فقره المعجنات. اوه خويي انت. انا خويي قال تبغى ذي؟ هذه انصح فيها. وشي هذه؟ باربيكيو. اوه هذه باربيكيو بيتزا. سلام صراحه اليوم الغداء لا تقوم عزمتني. لسه ما خلصنا. اوكي يا سلام يا سلام، وصلت الدفعه الثانيه يا شباب. خلصنا من المعجنات، جت المشاوي والطواجن. حلو سلام. سعود هذه متحمسين يا سعود. هذا طال عمرك مشوي مشكل. طبعا لما جينا نجرب الطواجن، الطاجن هذا صراحة كرات اللحم لذيذة. والطاجن الثاني طبعا أنا من عشاق الشكشوكة. والطاجن الثالث طاجن دجاج. حتى المقبلات والله كانت لذيذة، حمص ورق عنب. صراحة أنا عجبتني هذه الشكشوكة مع الخبز هذي. يا سلام. هنا طبعا أنا وسعد جلسنا نتهاوش من يعطي الثاني أكل. لا أنا لا أكلها. آه يلا أعطني. بعد ما أكلنا زي ما تشوفون جاء وقت الحلا. الكنافة تدرون شلون؟ اسمعوا اسمعوا الصوت. يا سلام يا سلام. لا اصبر الحين. طبعا تقدرون تزورون المطعم وتجربون بأنفسكم أو تطلبون من خلال تطبيقات التوصيل.